مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم تحية، وهي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، انطلاقة أمسية هذه الليلة هنا مع هجن أبناء القبائل في مرحلتنا الثانية بعد أن انتهت مرحلتنا الأولى، وهجن أصحاب السمو الشيوخ هي مرحلتنا الثانية والخاصة بهجن أبناء القبائل وثاني أشواطها، ويعتبر هنا الشوط إذن هنا العاشر في مجموع الأشواط وأول أشواط القعداني بالنسبة لأبناء القبائل هنا من الثلاثة كيلو مترات. نتابع ونسير إلى الصدارة إلى المقدمة، هنا يأتي شامان محمد بن مصبح بن محمد بن عبد الله الغفلي على الصدارة على المركز الأول، المركز الثاني صايب منصور بن عبد الله بن ضاعن، هنا أيضا الغفلي من يأتينا ثانيا، والمركز الثالث المنطلق هناك الطاغي حماد بن راشد بن سالم بن عبد الله المسوفري من يأتي بهذا الانطلاق والأداء، هنا يأتينا العدملي سلطان بن ريو بن محمد المنصوري القادم بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل، هناك المتسلل هنا يأتي صيت حمد بن سالم بن علي بن علي الزرعي من يقدم بهذا الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل، هنا أيضا الوصول من هنا أشقر عبد الله بن سيف بن سلطان لك عبي، وهنا القادم أيضا شاهين ناصر بن سعيد بن سالم العمري، وعلى المركز السادس المركز السادس والمتسلل هنا الوسمي صالح بن مطهر بن ضابط الدوسري من يأتينا بهذه الانطلاقة. مرحبا بالضيوف الكرام، نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هنا شامان ما على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، شامان محمد بن مصبح بن محمد بن عبد الله الغفلي، ويأتينا صيت حمد بن سالم بن علي الزرعي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث المنطلق هنا الطاغي حماد بن راشد بن سالم بن عبد الله لبسوفري، والوصول بهذه اللحظات هنا من قبل زيزوم عيد بن خميس بن عامر العمري الرابع، وفي المركز الخامس يأتينا هنا فريح السهيل بن سالم بن سعيد الخيالي، وهنا سادسا رعد عبيد بن رملي بن محمد العامري. هذه هي النتيجة، النداء الثاني للستة المراكز الأولى، وما شاء الله أسامي وشعارات، ونعود إلى صيت ونغير على الصدارة، صيت مع أبو سعيد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، حمد بن سالم بن علي الزرعي من يقدمه مع الكيلومتر الأخير هنا بهذا الانطلاق، القدوم من قبل الطاغي حماد بن راشد بن سالم بن عبد الله المسافري، وبالرملي قادم هنا ايضا مع رعد عبيد بن رملي بن محمد العامري، الله بدت المعركة، ومن الجانب الاخر هناك القادم بهذا الانطلاق والاداء، وصل شعار بن روية مع اصيل هنا بهذا الانطلاق والتحدي، اصيل مبارك بن سيف بن عفصان الخيالي، ولكن هنا عرقوب بن علوه وهنا الصدارة، هنا المقدمة، المركز الاول الطاغي على الصدارة، الطاغي على المقدمة على المركز الاول يسيطر على زمام الامور، وعلى الصدارة الطاغي حماد بن راشد بن سالم بن عبد الله المسافري، والقادم هنا ايضا اصيل ومن الجانب الاخر يا سلام هناك شاهين محمد بن مطر بن حويرة بن منصوري ايضا قادم، ولكن هنا المعركة الطاحنة، القادم هنا مجاز خالد بن حمد بن راشد النعيمي، ولكن هنا اصيل على الصدارة، اصيل على المقدمة على المركز الاول، هناك مجاز خالد بن حمد بن راشد النعيمي من غير على الصدارة غير على المقدمة، هنا مجاز خالد بن حمد بن راشد النعيمي، سلام مدينة العين سلام على هذا الأداء المميز الجميل. المركز الثاني أتانا شاهين محمد بن طرب حول المنصوري، وهناك أصيل مبارك بن سيف بن عفصان الخيالي من حل على المركز الثالث، وفي المركز الرابع وصل مشاهدينا الكرام هناك أيضا يأتينا زيزوم
عيد بن خميس بن عامر العمري وعلى المركز الخامس هناك انطلاقة فريح سهيل بن سالم بن سعيد لخيالي. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لمراكزنا هنا ايضا الخمسة الاولى المنطلقة. نعود هنا بالتهنية هنا على هذا الاداء المميز لمياس وانطلاقة وتحدياته. خالد بن حمد بن راشد النعيمي سلام مدينة العين سلام. هنا بانطلاقته وتحدياته الجميلة من أدى هذا العرض المميز. إذا مياس معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا على هذا الأداء المميز والسلامات. اتجهت بهذا الشوط إلى أهالي مدينة العين. هنا أيضا هذا الانطلاق والأداء الجميل قاطعا المسافة مشاهدينا الكرام في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 40 4 دقائق 40 ثانية 56 جزء من الثانية هو توقيت الزمن. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني أتانا مشاهدينا الكرام شاهين محمد بن مطر بن حوير بن منصوري سجل توقيت زمني مقداره 4 دقائق 41 ثانية و78 جزء من الثانية. وكان أصيل في المركز الثالث لمبارك بن سيف بن عفصان الخيالي وسجل توقيت زمني مقداره هنا 4 دقائق 41 ثانية و90 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. تهانينا لجميع الفائزين.